بالنسبة بقى ملف آخر، وهنرجع طبعا تاني لملف النادي الأهلي بس مع الفقرة الحوارية. خلينا نروح ننتقل سريعا لبعض الأخبار الحلوة. نبدأ بالسكواش. زي ما حضراتكم عارفين بيبقى فيه كده تصنيف عالمي كل شهر واصل فيه، وده خبر حلو. مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي صدرته للتصنيف العالمي، هنا بنتكلم لرجال الاسكواش اللي صادر كان بالامس ده عبر الموقع الرسمي لرابطه محترفي الاسكواش. والتصنيف شهد بعض التغيرات شويه بس هي الطفيفه او القليله يعني، تراجع فيها المصري برضو علي فرج للمركز الرابع عالميا، وصعد الانجليزي محمد الشرباجي للمركز الثالث عالميا بعد تحقيقه لقب بطوله بلاك بول الذهبيه، ده كان الاسبوع اللي فات برضو عرضناها اتكلمنا فيها. برضو عندنا طارق مؤمن المفروض تقدم للمركز السابع عالميا بعد نجاحه للوصول لدور النهائي ببطولة البلاك بول. عندك برضو من المصريين مروان الشرباجي في المركز السادس وفارس دسوقي في المركز العاشر، ده يعني التصنيف العالمي للسكواش اللي كان الشهر اللي فات. هو طبعا بيكون فيه يعني تصنيف كل شهر، فاعتقد جيد برضو ان انت عندك اسماء مصرية موجودة على الرانكينجز او المراكز الاولى، ده برضو يدل على شيء. فنجاحنا المستمر لسه لغاية دلوقتي في رياضة الاسكواش، نتمنى الأفضل. كمان احنا بنتكلم على صعيد الرجال والسيدات مش بس الرجال. يعني العادي ان المصريين والمصريات هم اللي مسيطرين تماما على التوب 10 في عالم السكواش على مستوى العالم، ساعات بس لما بتحصل اي عكوسات تلاقي حد من جنسيه اخرى يدخل في النص كده. ومش لكن في المراكز الاولى كمان. طبعا يعني مش او اكيد مش التوب 5 مبدئيا، بس الفكره في ان احنا يعني يا سلام لو النجاح اللي احنا حققينه في عالم السكواش ده يستنسخ في الرياضات المصريه الاخرى يبقى شيء عظيم، لما يكون عندنا هذا الكم او هذا قدر من السيطره والهيمنه المصريه على الرياضه ما على مستوى العالم ده شيء جميل جدا، واكيد بنحلم بيه كلنا.